متتبعي قناة شوف تيفي اهلا مرحبا بكم انا في البث المباشر من مدينه ودله. وعندنا قصه ماساويه ديال هذا الثنائي الحارس والزوجه ديالو. حارس ديال العماره عام ما تخلص هو والزوجه ديالو، كنديروا الميناج وكنتسخروا كنديروا كل شيء والحراسه، بغينا يعطيونا رزقنا والعيد قرب باش نصرفوا. طبعا حنا المده ديال اكثر من 5 سنين وتفاصيل صادمه متتبعينا، هاد المواطنين اتصلوا بشوف تيفي باش يوصلوا الرساله، لان عندهم مشكل مع السندك، تيقولوا ان الملاكين الله يعمرها سلعه تيخلصوا فلوسهم، ولكن السندك تصرفوا معنا واحد التصرف غير منطقي وغير انساني في هاد الاعواش. غنسمعوا تفاصيل متتبعينا، لان هاد الناس كما قلت اتصلوا بشوف تيفي ولبينا الطلب كالعاده في الحالات الاجتماعيه تزامنا مع عيد الاضحى. غنسمعوا على لسان هاد الحارس والزوجه ديالو، تفضل اسيدي. السلام عليكم، انا اسمي بعلي عمر، انا حارس هنا هاد العماره وخلاوني بلا خلاص بلا والو. عام هادي ما خلاوني بلا خلاص، وعندهم الديون المتراكمه هنايا والناس كيخلصوا وما ما كيخلصوني شي، ودابا انا كنطالب انا الحقوق ديالي. هادشي اللي كاين. شنو المشكل اللي وقع بالضبط مع السنديك؟ السنديك كانوا لي باترونيس هما اللي داوني للسنديك، وخدمت معاهم وعطوني السكنه على اساس انه قالوا لي ها السكنه ها الاستقرار ديالك ها السنديك، وكانوا هما سنديك وبقيت خدام مع السنديك. عاود تتنازل السنديك الاخر، عاود جا الاخر، عاود الاخر، هذا الرابع هذا الرابع السنديك، وباقي الديون المتراكمه، وباقي هذا 12 شهر دابا من شهر 8 الى يومنا هذا مازال ما تخلصش. وانا عندي انا الدراري، عندي المصاريف، عندي بزاف د الحويجات، عندي البنت غادي ان شاء الله في البدايه ان شاء الله ديال العام الجاي ان شاء الله غادي تدخل المدرسه، مع باش غادي نقريها باش غادي نكون مع هاد الوليدات. وهذا الشيء اللي كاين، نطلبوا الله على الله الناس الله يهديهم يعطيونا الاخر ديالنا. تخلص 1500 درهم، عطاوك السكن بالمجان، باقي عطاو لك شي انا هي، وعطوني السكن بالمجان، وكيخلصوني كان سميتو كيعطوني 2500 درهم، وردوها لي 1500 درهم. وهذه يعني في الضغوطات، في الضغوطات النفسيه الاجتماعيه كل شيء فيها، هذا هو اللي كاين. اسمعوا المدام ديالك تفضل. السلام عليكم، انا مهم الزوجه ديال انا الزوجه ديال الحارس، ومني جيت هنا من 2016 تزوجنا وجينا هنا وحنا في المشاكل وحنا في كل قمع وحقرا. المهم صافي انت ابشع، وانا من هنا جينا حنا في الضغوطات. كان الراجل ديالي خدام مع الشركه، عطاوه السكنه، ناضوا عطاوه وقف عن العمل. ملي مشينا لمفتي الشغل السيد لقاوه دراو شي داكشي ضحكوا عليه، رضوه للسانديك. وفعلا حتى انا كندير الميناج ما كنتخلصوش في 5 سنين هادي ولا اكثر، ما عمرنا تواصلنا بالريال. ومني كنقول لهم بالميناج والشطابه والكراطه كلشي من عندنا في الدار، كلشي من عندها كنشري، كلشي من عندها. ومني كنقوموا بالواجب ديالنا حنا وهما لا شيء، مني قلت لهم على الاقل دابا عاونونا. دابا السنديك ولا قانوني دابا من 2017، انتم السنديك قانوني وما صوبتوا لنا اوراق، ما سولتوا انا. كل عام وعود 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 كاذبه، كل عام كيخليونا بلا خلاص، عامين 3 سنين كيجيو كيجمعوا ديك البركه، كيعطوك شويه كل مره، كيقرضوا عليك هك كل مره يعطيك شوي 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 شوي. وهما دابا كيوعدونا كل عام يصوبوا لنا الوراق، وحنا العام اللي جا ما كنلقاو والو. العام اللي جا لا نجمعوا لكم فلوسكم خرجوا علينا. العمارات العام ديالك يخلصون الامور الناس ما عندنا فيهم حتى مشكل، حنا مشكل مع السنديك، مع ثلاثه اللي شادين السنديك ساكنين في تطوان، وكل ويكند كيجيو هنا كيمارسوا علينا الضغوطات، كيمارسوا علينا كل شيء. نهار قلنا لهم خلصوا علينا السنديك، شحال هذه وحنا كنديروا السنديك وصوبوا لنا وراقنا ومسائلنا باش كتواعدونا، كيقولوا لك السنديك شكون اللي قال لك ديري الميناج؟ ما قالها لك حتى واحد، وصوبوا لنا الورق باش وعدتونا. لا ما عندنا حنا وراق. المهم اش غنقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وإلا كيسمعوا دابا يجي ويجيو ينكروا هاد الهضره، يجيو ينكروا الا عندهم الوجه، الا عندهم الوجع باش يبانوا. قلت لي خصهم يخرجوا لكم وجه الحلال. هما بغاو يخرجونا هنا، هما يديهم معمرين معمر الشركه، يديهم دابا لا انا رئيس السنديك من الشركه، من الشركه فاش كان الراجل ديالي خدام فيه الاول اللي عطاوه الدار، ودابا هما بالعاني كيمارسوا هذا الشيء باش نمشيو، وحنا راه ما عندنا فين نمشيو. نقولها لكم واسمعوا، حنا راه ما عندنا فين نمشيو، حنا بعنا ارضنا وطيحنا كرامتنا هنا كلشي، فتاني ما غاديش نسمح في كلشي ونمشي. الا ما عطاوناش التعويضه ديالنا ما ناقصها من الليم، راه ما نتحركش من هنا، ما نتحركش من هنا. كاع لي طمعوا، خا نجلس معاهم انا وياهم هكا. انا في المغرب وعاش الملك، انا في المغرب كنطلب حقي لا غاير، ما كنسال حتى واحد، ما كنسال حتى واحد، كنطلب غير حقي. دابا العيد على الابواب شنو؟ باقي ما تخلصوش اصلا. باقي ما تخلصناش، وعلى هذاك العيد الفايت اصلا خلصونا، شد الفلوس وربيهم،
شد الفلوس بهم امين المال شد الفلوس وهرب بهم. علاش ما خلصنيش؟ احق نسيت نسى هو ما شدش العيد ديالو، نسى هو ما عيطش مع ولادو. اش هاد الظلم؟ اش هاد الحقره؟ انا كنطلب حقي لا غير، حقي فقط. قلتي لي بانك داير اضراب على الطعام هنا. نعم درت اضراب على الطعام لان ما عندي حتى شي حاجه هنا. انت كتشوف يعني 12 الشهر هادي وانا ما تخلصش من شهر 8 الى يومنا هذا، هي الدخول ديال شهر 8 على العيد، على عيد الاضحى، وزايد الديون المتراكمه ما عطاوني فيها حتى ريال، عطاوني شي حاجه بقات شي حاجه تمايا. دابا شحال المده العدد الاجمالي ديال السنوات اللي كتسال؟ دابا من السنديك السند 5 سنين ما تخلصش. من الحراسه؟ الحراسه السنديك الاخري 2017 ما تخلص. 2017 داو فيها الديون المتراكمه كان كيخلصوني ب 2500 درهم، ردوا 1500 درهم، بقات سميتو فانا في الضغوطات، ماشي هذا الشيء بخاطري انا في الضغوطات. ما كاينش اجره زعما كل شهر يخلصوا في الضغوطات، كيمشيو عام عامين يجيو يعطيوك شي حاجه ونقصوا شي حاجه. انا في الضغوطات، ماشي شي حاجه زعما تقول بخاطري ولا شي حاجه، في الضغوطات. قبلتي هادشي ما قبلتي هذيك ما قبلتيش يسير فحال حنا ما عندنا ما نديرو لك. هو الرئيس السنديك من الشركه هو اللي حاليا رئيس السنديك، وهادشي اللي كنطالب منه يوقف في الحق ضد الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين عطانا صاوب لكم وراكم ما نضيع. تفضل تما. شكرا. انت ساكن هنا؟ انا ساكن هنا. بسم الله. الميكرو عندك؟ نعم موجود. طبعا على ضوء هذه الوقفه الاحتجاجيه وهذا الاعتصام اللي دايروا هذا الحارس رفقه الزوجه ديالو بعد ما دار اضراب على الطعام، كما قال دار اضراب على الطعام في اللافته كيقول لك بلاش، انا داير اضراب الطعام ولكن ما عنديش حتى باش ندير ديك الطعام ما عنديش. على ذلك غادي نسمعوا لواحد المواطن اللي قاطن في هذا المشروع او في هذه العماره السكنيه اللي فيها هذا الحارس والزوجه ديالو، يعطينا شهاده لله. طبعا هذا هو الاهم. تفضل اسيدي. بارك الله فيك اخويا. انا كنعرف هذا السيد هنايا تقريبا عنده 10 سنين، انا ما غنزيد لا معاه ولا ما غنزيد مع مكتب السنديكا، فهمتي؟ انا نقول كلمه الحق وما كنخافش شي واحد، فهمتي؟ كنقول كلمه الحق، هذا هو اللي كاين. هذا السيد هنايا تقريبا عنده 10 سنين هو خدام معنا هنايا، ما شفنا من عنده الا الخير، فهمتي كيفاش؟ وكيعمل الخدمه ديالو اختار من الجهد ديالو، فهمتي؟ كيعمل حراسه الليل والنهار والنيتواياج، فهمتي؟ ثلاثه الحاجات كيعملوا والناس كامله كتبغيه، فهمتي؟ وقع واحد المشكل بين السنديك وبينه هو، فهمتي؟ والسكنه اللي كيسكن فيها هو مثلا، هذاك هو النقطة الخلاف اللي كاينة بيناتهم، فهمتي؟ شي فيلا خاشي قصر زعما يعني تقريبا بحال فيلا، فهمتي؟ ساكن هو، فهمتي؟ والسيد زعما فهمتي انا ما عندي حتى مش واحد، فهمتي كيفاش؟ انا نقول كلمة الحق، فهمتي؟ واخا خلص الضريبة عليها ما عنديش مشكل. انا كلمة الحق، انا ما نزيد لا مع هذا ولا مع هذا، وحتى مكتب السنديك حتى هما الناس طيبين، الناس مزيانين، ماشي زعما غادي نقولوا بانهم قباحين وهذا. ولكن المشكل الجوهري فين هي النقطة في ساكن السيد. خصهم يخويوه منا. فهمتي؟ هذا بكل صراحة يعني نجيكم الله خير. ولكن هذا السكن هذا ملي كتبنا البروجي تعدل البيت إقامة الحارس على ولا؟ على أساس بأن هذيك السكنة اللي ساكن فيها بأنه هو سكنة الحارس سواء اللي له ولا مغيره. المهم السكنة ديال الحارس. الحارس فهمتي؟ ودابا بقى اختلاف بسيط، فهمتي؟ وكنتمنى يعني من السنديك يعني فهمتي يخذ بعين الاعتبار غير هاد الأطفال اللي هنايا، فهمتي؟ ودابا 10 سنين مثلا حنا غادي نقولوا هذا السيد هذا ما صالحش، أنا غنقول هذا السيد ما صالحش، حتى أنا غادي نمشي معاهم في الخطة ديالو. هذه 10 سنين، هذه 10 سنين ياك صلاح، وحتى دابا جاو كيقولوا ان ما صلاحش. هذا السيد تفضل قلت لك مثلا الا نفرض هذا السنديك وهاد الناس مثلا اللي كاين كيقولوا ان هذا السيد هذا ما صلاحش وكاين، راه هو عنده 10 سنين هنا، هو ما كيطلب حتى شي حاجه، كيطلب حقه، فهمتي؟ حقه. انا بيدي يكون انا بيدي نطيح في الموقف بحال هذا عاود نفس المشكل غادي نعمل. وهاد السيد مادام اتجه هاد الاحتجاجات هادي ويضرب عن الطعام والحراره يعني واد لو كامله كتكلم عليه وسعاده الملاحي قاز من هنايا وما شافتش حتى تافه والباشا بيدو لا وحتى السلطه بان حتى ما خصهمش يتدخلوا. حنا كيقولوا ان حنا دوله حق القانون، علاش ما ناخذوش بعين الاعتبار؟ سعوده محليه آه يعني كان مسكين يجيو يعني بلا ما يوقع حتى يوصل حتى الدرجه فهمتي يعيطوا له يقول سو يتفاهموا، فهمتي؟ والمشكل اللي كاين اساسي هو الخلاص ديالو ما كيتخلصش. وسيد خدام عندنا هو الوحيد اللي هنايا حنا كنشوفوا غير هي هو المكان هو هنا بغرتو كاين الحارس الليل والنهار والنيتواياج والسيد كيعمل جميع الخدمات وما كيتخلصش عليها، فهمتي؟ بالنسبه لك السؤال يعني بصراحه
انت راضي على الخدمه اللي كيقدمها السيد وسوجه ديالو؟ راضي 1000% انا غنناقش مرتاح، يعني ما حتى شي اشكال معاه. كاين خلافات يعني بين السنديك وبين هو، هذه يعني خلافات بسيطه نقدر نحلوها، وعندما انا كنترجم بان الرئيس ديال السنديك هو رضا، يعني دابا كان هنا يوم شتخبع ولا كاين الزرقيطي ولا يعني فهمتي كيقول لك مسمعنا حنا يمشى شتخبع، انا اللي قالوا لي هو هذا كان هنا وخص يوضح، حتى هو كان خص يجي يوضح الامور فهمتي، ماشي بنادم غادي يجي شي حاجه غريبه كنهضروا فيها. ايوا الراي الاخر حنا مستعدين الدين والمكتب والمكتب التنديك يعني ناس مزيانين طيبين ترى، يعني الاهم هو ان هذا الحارس والزوجه ديالو ناس كيقوموا بالعمل ديالو، ما كاينش مشاكل ما كاينش، كاينو دوبل الواجبات ديالو كامله، انا ما غنفقش انا ما غنفقش فهمتي، كان مشكل ديال الناس ما كتحلش ولكن تعالج، ومن فضلك يمكن تطلع فوق وتشوف الطابلو راه هو فاهم كل شيء خالص خالص خالص. انا قلت لهم مرارا وتكرارا، قلت لكم ما تعملوا شي حاجه خاص هذا السيد يتخلص، لانه هو اللي كيحرسنا على الاملاك ديالنا. طبعا قلت له خاص يتخلص 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 الاولول، باقي نعدلوا به ونعالجوا المشاكل. والسيد كان مسكين، والسيد مسكين كان كيربح 2500 درهم ياك، اوت الضغوطات اللي عليه والمشاكل والتهديد وكذا 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 وكذا، حيدوا له 1000 درهم يعني 1000 درهم ديال السكنه زعما. لا لا نقصوا لهم السالير ديالو، نقصوا لهم السالير ديالو، خصنا نكونوا واقعيين، انا كنتاسف له ليلو ولا من غيره فهمتي. واجدبا تيماجين 1500 درهم ديالاش 1500 ديال الدرهم، يعني اربعه ديال الانفس اللي هنايا كطيح 50 درهم فهمتي، واخا يكون بنادم تاع يعني فهمتي قلبه كما بحال الحجر وما يقدرش يتنازل على هذه. بالعكس حنا خصنا نتعاونوا مع بعضيتنا فهمتي، خصنا نتعاونوا مع بعضيتنا. وشوف مسكين اربعه اليوم ديالاش 50 درهم وكيشوف عنده خمشور فين لوكوش فين الحليب، ودابا المشكل فين هو؟ فين هو المشكل؟ عندنا حارس واحد وكيعمل ثلاثة الخدمات، يعني حارس ديال الليل والنهار وعاد كيزيد النيتواياج، يعني فهمتي هادشي يعني 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 دوترو كاين مشاكل، يعني على حسب كيقولوا هما بان كاين واحد المكان فوق يعني هو شبر فيه المفتاح ديالو، هو قال لهم انا مستعد نعطيكم المفتاح ديالكم ولكن خصكم تخلصوني فهمتي. والسيد دابا على حسب اللي كنعرف انا 2017 ما شبر حتى فرانك، عملوا معاه شي حسابات قال له اي كتسال 10000 درهم و20000 درهم هو سمح لهم فيها، يعني باش يستقر يعني باش يجلس لا يعني بعدو قالوا غادي تبقى حتىكم تما ونعطيوك. ودابا تشوف الاطفال صغارين هاد الناس يعني الناس اللي مكلفين بهذا السنديك، يعني الله يرحم الوالدين، دابا انا بيدي ساكن وانا كنترجاكم فهمتي، ما خصنا حتى حتى شي مشاكل، وهاد المكان هذا تشوه فهمتي، هاد المكان هذا تشوه والناس مساكن ضعفاء فهمتي، خصني بنادم يتعاطف. مثلا لنفرض بانه غلط مثلا نجلسوا نتحاوروا ونحلوا المشكل والصلاه على النبي، والناس كامله بان هنايا مخلصه مخلصة 2020 كل شيء مخلص، وكيف كان احنا ما مخلص خاصو السيد هذا ياخذ الأجرة ديالو. 2008 يعني لا العام اللي فات اسمح لي العام اللي فات يعني باقي دابا في شهر 8 باقي ما شبر حتى فرنك لحد الآن، واش هذا معقول؟ لا لا انا كنسمع بواجب لا فيما مشيتي كتجي تجبرو هنايا ماشي يعني يعني فيما مشيتي كتجبرو كتجبرو هنايا يعني جالس وكيدير الواجب ديالو فهمتي. انا ما كنزيد لا مع هذا ولا مع هذا، ولكن عنده شي مشكل وانا ما كنقدرش نصبر على الظلم صراحه هي هذه. واذا كان مثلا السنديك عندهم خلاف معاه ولا هذه نتحاوروا على الاجتماع، ندعوا الاجتماع ونجلسوا نتحاوروا ونشوفوا الحق، عنده الحق نقولوا عنده الحق، عنده الحق فهادي ما عندوش الحق فهادي. والمشكل الناس كامله كتخلص السنديك، وده ممكن طلع تصور حتى الطابلو لان كل شيء مخلص خالص 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 خالص، والسيد ماشي مخلص هذا غير معقول، هذا الشيء اللي كنقول الراي ديالي فيه انا هذا اللي كان. وكنتمنى زعما المشكل تحل اقرب امثل، لان العيد ما جي فهمتي، والرؤوم يعني الناس فهمتي يعطفوا عليه شويه وتشوف نضروا هنا الاطفال المساكين، هذا ظلم هذا ظلم، انا كنحتبره انه ظلم فهمتي، لان علاش وده كاين نقطة الخلاف يعني مشكل بين وبين السنديك نخلصوه والقانون كاين في البلاد المحكمة أولا نعملوا اجتماع، السيد ما بغاش يعطي الواجب ديالو يمشي في حاله، والسيد خدم هنا 10 سنين يعمل يدو على راسه يخرج زيرو، لا ما يمكنش، هذا هو المشكل اللي كاين. شكرا لك. إذن كما سمعتم متابعي قناة شوف تيفي احنا مازال معكم في هذا البث المباشر هنا في واد لاو، هي قصة مأساوية بكل المقاييس ديال هذا الحارس رفقة الزوجة ديالو اللي كيشتغل داخل هذه العمارة، عنده مشكل مع السنديك، مع السنديك كيقول أنه ما تخلصش. سمعتوا الكلمة ديال هذا المواطن قبل ما نزل لك البث بشي حالة، غادي قبل ما نقطعوا هذا المباشر غادي نسمعوا، تفضل أسيدي غادي تبقى معايا.
الكلمه الاخيره باش تقعد مباشر، شنو الرساله اللي كتوجه؟ الرساله اللي كنوجه الله يجازيهم بخير ويشوفوا لنا الحل هذا الشيء وما يظلمونا شيء، وهذا هاد العيال هادو هما عاود مقهورين على العواشر، خصهم العيد ديالهم يفرحوا حتى هما، خصهم الكسيوه ديالهم، خصها البنت عاود جايه للاقبال ديال المدرسه ان شاء الله في العطله، ملي تمشي العطله خصها تمشي للمدرسه ديالها، خصها حتى هي عيش الكريم الاستقرار، هذا الشيء اللي كنطلبوا منهم، هذا الشيء اللي كاين، هذا ما كان، هذا الشيء اللي كاين. شفت بكم مباشره معكم من واد لا، وقصه ماساويه وكل مقاييس ديال هذا الحارس. بغينا الحل، غير لا شيء غير الحل، احنا مقبلين عليه الاضحى. تحيه معتكف لكم، الى اللقاء في مباشر اخر.